تقول أحدث الاستطلاعات أن أكثر من 60% من الأمريكيين سواء أكانوا بانتماء سياسي جمهوري أو ديمقراطي أو مستقل يتخوفون من أن يتكرر سيناريو الرئاسيات السابقة، أي بتعبير آخر أن يتكرر سيناريو المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هناك مسائل حساسة ترتبط بالعمر السياسي لكلا المرشحين. هناك أمر آخر مثير للقلق بالنسبة لهؤلاء، وهو القدرة على أداء مهام الرئاسة في المرحلة المقبلة. ليس كل هذا، هناك أسئلة أخرى تطرح على مستوى الأزمة المجايلة السياسية في الولايات المتحدة. هل الجيل السياسي الذي يحكم واشنطن الآن قادر على الاستجابة على تطلعات الأجيال الجديدة من الأمريكيين؟ هناك أمر يجب أن يتغير بكل تأكيد. الأجوبة المقدمة لهذه الأسئلة حتى الآن لا تزال تحتاج إلى أدلة قوية. الإجابات المثالية لا تحقق الغرض. لست من الحالمين لأصدق ذلك. بلادنا بحاجة إلى أفعال وليس إلى أقوال. كذلك الأمر بالنسبة للطامحين للوصول إلى البيت الأبيض في سباق الرئاسي الحالي التمهيدي على مستوى الحزب الجمهوري. تطرح القضية بوجهتي نظر، وجهة نظر تتزعمها المرشحة نيكي هيلي عندما تقول أن أمريكا بحاجة إلى جيل سياسي جديد بعيدا عن فرضية متوقعة ترامب بايدن، أو تلك الرؤية التي يقدمها مايك بنس عندما يقول أن أمريكا ليست بحاجة إلى رجل مسن للرئاسة وإلى شاب صغير يتعلم فنون السياسة. هذا ليس وقت التدرب على منصب الرئاسة. نحن لا نحتاج إلى استقدام من يحتاج لتعلم الوظيفة في البيت الأبيض من دون خبرة سابقة. في مقابل ذلك يقول معارضو هذا الرأي أن العمر لم يكن يوما مشكلة في مشهد السياسة الأمريكية وعلى كافة المستويات صعودا أو نزولا. يقول أنصار الرئيس بايدن أن الذي حققه هذا الرئيس يفوق كل التوقعات التي سبقت وصوله إلى البيت الأبيض منجزا سواء بصفة منفردة أو بالشراكة مع الشركاء الجمهوريين في الكونغرس. ويقول في مقابل ذلك أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب أنه يملك اللياقة والقدرة الكافية لتولي تحديات منصب الرئاسة. رابح فلالي، الحرة، واشنطن.